الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. في البداية طبعا أحب يعني أشكر إدارة نادي الرائد على جديتها واحترافيتها. صراحة يعني كانت بالشكل المطلوب يعني في التعاقد مع اللاعب واحترام طبعا رغباته والامور هذه، خصوصا ان احنا الان في الرياض يعني بنعاني من هذا الشيء كلاعبين. بس فعلا يعني للامانه نادي الرائد كان مميز، وهذا الشيء اللي خلاني انا اوافق، لانه كل اللي طلبته الحمد لله لقيته يعني، فما كان في داعي ان انا اتاخر، خصوصا انه الكثير شكك من عودتي للدوري السعودي مره اخرى. لكن نادي الرائد الحمد لله يعني كان على علم، طبعا بعلم رئيس النادي والجهاز الإداري والأخوة أعضاء الشرف، فالحمد لله يعني تم الاتفاق على كل المتعلقات اللي تخصني أو تخص النادي. وحاب أشكرهم صراحة على زي ما ذكرت قبل شوية على احترافيتهم، على مصداقيتهم، وإن شاء الله بإذن الله نحاول يعني أكون عند حسن ظن الجميع، سواء إدارة أو جمهور أو جهاز فني أو حتى زملاء اللاعبين. أنا طبعا ما بتابع الإعلام صراحة، خصوصا بعد الأشياء اللي كانت بتطلع، لأنه كل الكلام صراحة اللي كان بينكتب في الإعلام في مشكلتي خصوصا أنا يعني ما كان فيه مصداقية بنسبة 80%، وأنا أتحمل ما أقول. نادي الاتحاد طرف في المشكلة، أوكي أنا طرف وهو طرف يعني، فهل يعقل أنه هو أنه تم توقيعي مع نادي الرائد أو صحة توقيعي مع نادي الرائد بسبب تنازله؟ ما أتوقع. أنا لاعب دولي ولاعب منتخب، وطلعت مثلت بلدي في أوروبا. غير كده أنه الفيفا عارف أن سعيد المولى طرف، عارف أن نادي الاتحاد طرف، فالاتحاد طرف في مشكلة وليس صاحب قرار. يعني القرار راح يطبق عليه راح يطبق على نادي الاتحاد. مسألة التعويض والإيقاف هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى ثم بيد الفيفا يعني، وأنا عارف يعني أنا لما طلبت أن أنا أفسخ عقدي عرفت يعني إيش التوابع على هذا الشيء. فاللي حاب أفهمه للناس أن نادي الاتحاد طرف في المشكلة ليس صاحب قرار. حتى التغريدة اللي ما كان الاتحاد قرار ترجع السعودية بعد لا طبعا مستحيل، شيء راجع لهم هم يقولوا للاتحاد، للاتحاد السعودي وليس للاتحاد. طيب انا التجميد هذا اللي هذا شان لجنه الاحتراف، ما لجنه الاحتراف يعني بالعكس نحترم قراراتها ونحترم كلامها، لكن انا اتكلم كلام بالمعقول يعني انه كانت العلاقه مباشره مع اللاعب، يعني ترى ما دخلنا في موافقات من أحد، لكن العلاقة اللي تربطنا بالاتحاد وتربطنا بالأهلي تجعلنا عشمنا كبير كلهم في إنهاء الموضوع وترك اللاعب يخدم الكرة السعودية من خلال نادي الرائد، وهذا أملنا وطموحنا بالناديين الكبار.